حريص الشباب يقول حميد بن مسلم برز إلينا غلام كأن وجهه في القتل قمر عليه قميص وإزار وفي رجليه نعل فبينما هو يقاتل إذ انقطع شسع نعله ولا أنسى أنها اليسرى فانحنى ليصلحها عندها قال عمرو بن نفيل الأزدي علي آثام العرب إن لم أثكل أمه به قلت له يا هذا ألا ترى هؤلاء الذين احتوشوه من كل جانب هم يكفون لقتله قال لا والله لأثكلن بي أمه بينما القاسم عليه السلام محني الضار يصلح شسع نعله جاء ذاك اللعين من ورائه وطعنه طعنة في خاصرته نادى بعالي صوته عما أبا عبد الله أدركني رحم الله من نادى حسين يا حسين حسين يا حسين معا حسين حسين يا حسين صلى الله على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد حجاج اخوان اخوات هذا التصرف مش معقول هذا التصرف مش لائق لنكون بمقتل الحسين صلوات الله عليه ايه تصرف مش مقبول اللي يحضر مجلس الزهراء ما يكون كذلك ما بعتقد اليوم السيدة الزهراء حجاج اخوات اذا عم تسمعوني رجاء اللي يحضر مجلس الزهراء سلام الله عليها ويشوف دمعه الزهراء يستحي يعني هيك صلوا على محمد وعلى محمد رجاء انقلوا ارواحكم وقلوبكم الى كربلاء دعوا هذه الفرحه التي كنتم بها صلوا على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا حسين غريب مظلوم عطشان يا مسلوب العمامة والرضا
يا رحمة الله الواسعة ويا بابا يا نجاة الأمة السلام حسين رحم الله هذه الصرخة السلام حسين وعلى ابن الحسين بارك الله بكم وعلى أولادي وعلى الحسين السلام عليك أيها الحسن المجتبى المسموم صاحب القلب المألوم والقبر المهدوم لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين يا ليتنا يا سيدي كنا معكم فلعلنا نفوز فوزا عظيما شبل الزكي المجتبى بدر الهدى شمس المناقب والعلا والسؤدد أكرم به من قاسم قسم العدا ضربان وطعنان في قنان ومهندي لم أنساه مذ أجاه وحدة عمه بين الأعادي لا يرى من منجدي طلب البرازة يعني طلب القتال طلب البرازة من الحسين وقلبه متوقد بالحزن أي طوايا يا طول ويا يا 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 قديم يقل له جاسم لا تظن يا حسين بعد أرجع للمخيم وانت تنذبح مظلوم وانا اسلم من الذبح اسلم يقل له ويلي يا عمي ما ترخصني يعني ما تسمحني يا عمي يويلي يا عمي ما ترخصني قلبي خلص من الهام يقل له والله والله يا عمي قلبي خلص من الهام قام حسين يودع ويشم وجناته ويضم ويشم قل يا جاسم يا ضوى عيني وجاسم ينتحب يمه وعما تهمل دموعه وجاسم يجزب الومه بعد يا حسين ولي طاح يا حسين وصاح قل له يا عمي يا ابو اليمه وابو اليمه تدنالا يعني اتى اليه الحسين شافه ينفس برجله وهمل دمعه على حاله شاله وجاب الخيمه عياله والله شاله وجاب يا الخيمه عياله ويا صارت للخيمة
مريم ونا وحدة بدمة تتحنى وأمة تصيح يا ولدي عساك بعرسك يتهنى والله وحدة تصيح وأمة تصيح عسى يا وليدي بعرسك يتهنى يلا نعطي المأتم إلى الأم نسلم إلى الأم هاي ليلة الأم هاي الليلة الأم الفاقدة شباب الأم المسافر عنها أولادها الأم اللي عندها مريض يلا تتوسل برملة هاي الليلة تشوف الأم هاي الليلة تخاطر ابنها تقول يا ابني من الوالدة وانت بناها بناها الله يا سيدتي تقول له يا ابني مال الوالدة وانت بناها يا ابني والوالدة تطلب رضاها تقول له والوالدة تطلب رضاها تقول له يا ابني انطفى عيني ضواها والله موتك يا جاسم عماها يا هي موتك يا جاسم عماها الليلة الأم أتت إلى جسد القاسم رأت القاسم مقتل يربي ربي جلست عند القاسم بدأت تقبل وجنته تمسح على عيون ولدها تقفل عيني ولدها تغمض عيني ولدها تقول له يما يا القاسم يا ابني ربيتك وبسهر ليلي أنا باريتك قل لأمك أنا وحالي مو سهل يا ابني ليش يا وليدي بحزني تتركني ارحم قليبي وريت لي الغالي تعرف خلافك ما يظل والي تقل عليك يا جاسم والله يذوب قلبي يقل مغسل الدمك بعيني أصغلك والله لا أحكي لتعبي والذي أتمنى والولد لا راح تروح روحي ويوم بعد يا زيارة ملا تقل ليش يا الغالي مين تضيعني ليش يا الغالي مين تضيعني بطفمتك يا ابني تفجعني بطفمتك يا ابني تفجعني تقل روح روح الله وياك وبالسلامة أعظم الله أجورنا وأجوركم إلى أن أتى يوم العاشر تقول الرواية وبقي الحسين وحيدا فريدا يقف تارة على باب الخيمة يتفقد النساء والأطفال ينادي تارة ألا من ناصر ينصرنا ألا من معين يعيننا ألا من مغيث يغيثنا يلا نلبي نداء أبا عبد الله لبيك يا حسين لبيك يا حسين خلي كل المأتم يلبي لبيك لبيك لكن من سمع الصوت هاي الليلة سمع القاسم الصوت خرج إلى عمه الحسين يقول لبيك يا أبا عبد الله لبيك بجسدي وبقلبي وبروحي يا أبا عبد الله فقال له بني قاسم أتمشي برجلك إلى الموت
قال كيف لا أمشي يا عام وأنت وحيدا غريبا في أرض كربلاء؟ قال بنيا لكن كيف ترى طعم الموت؟ أخبرني طعم الموت عندك كيف؟ قال والله يا عم معك أحلى من العسل. قال ولدي لا والله ارجع أنت وصية أخي الحسن، ارجع إلى الخيمة لا طاقة لي اليوم. رجع القاسم إلى أمه وضع رأسه بين ركبتيه. تقول الرواية إلى أن أتى بهذه الرسالة وصل به إلى الحسين، وصل بها إلى الحسين. قال عم يا حسين خذ هذه الرسالة من والدي. فتحها مولانا الحسين، أول ما شاف خط الحسن بدأ يبكي الإمام الحسين وهو ينادي ومسموما وحسنا ومسموما وحسنا. ليش يبكي الحسين؟ ماذا تذكر اخواني اخواتي؟ تذكر اول وداع اخر وداع مع الزهراء وهي الحسن، يوم كان الحسن على صدر الزهراء والزهراء تقبلها، ويوم كانت الزهراء تخبرها تقول لها يا حسن اما انت يا ابا محمد فستقتل مسموما، واما انت يا حسين فشهيد هذه الامه. يتذكر هاي اللحظات يقول لله يقول لله انا دنشدك يا يمه واظنك تسمعيني في يوم عاشر من العطش من يذبحوني. يقول له ياهو يا يمه اللي غمت عيني. يقول له ياهو يرد الخير اللي داست عليا، ياهو ياهو يرد الخير اللي داست عليا. بكى الحسين ثم نادى يا زينب تعالي أخيا علي بالصندوق الفلاني. أخرج الصندوق الفلاني. تقول الرواية إذا بالحسين يخرج رداء الحسن ولامة الحسن وعمامة الحسن، بدأ يلبسها إلى القاسم، ينظر إلى القاسم، يودع القاسم، يتذكر هيئة الحسن، إلى أن قال ادخل إلى أمك يا قاسم ودعها الوداع الأخير. يلا أخواتي الكريمات هنا تفجع الأمهات بأولادها. جاء الولد الحنون إلى الأم الحنونة، رأته بهذه الأيام، نظرت إليه قالت قاسم ولدي يعز علي فراقك هاي الليلة، ماذا تريدين يا والدة؟ قالت طف علي سبعة واشهر سيفك أمامي، أريد أن أتودع من مشية الشبان. تقول الرواية كل ما طاب عليها القاسم شوط إذا بالأم تحضن ولدها. تقول بمان الله أودعك يا حبيبي. بعد يا سيدتي تحضن الولد مرة ثانية مرة ثالثة، تقول له أوصيك يا يما والله بوصي. يقول له يا يما انا رايح وما بعد للبيت جاية. يقول له يا يما انا رايح وروحتي هاي هي. صحت صحت بمان الله والله بلغ الزهرة التحية. تقل لها أنا من أمي يا زهرة هدية هدية. قل لها والله ترى أروح فدوى لحسينك يا زهرة هدية. الله أجورنا وأجوركم ودع الوالد.
والده خرج إلى الحسين، احتضن الحسين، نزل القاسم إلى الميدان وهو ينادي: إن تنكروني فأنا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس ناسقوا صوب الميزان. تقول الرواية: بينما القاسم يقاتل، يلا استعدوا بالضجة يا محبي القاسم، بينما القاسم يقاتل اجتمعت الألوف والصفوف على القاسم، فقال الأسدي عليه اللعنة: لأن مر بهذا الغلام لأبجعن قلب أمه وعمه به، أدركه يا حسين، أدركه يا أبا محمد. بينما القاسم يقاتل إذ انقطع شسعنا عليه، انحنى ليصلحه غير مبال بالألوف حوله. تقول الرواية: فدنا منه اللعين، رفع السيف عاليا: أجركم الله يا الله يا الله، يا زهرة يا زهرة يا صاحب الزمان. وهوى بالسيف على راسه فلق هامته، وقع القاسم على الأرض مناديا: عم يا حسين أدركني. عم يا حسين أدركني. تريد تشوف الحسين؟ الحسين بدأ يركض خلف قاتل الحسن، يريد أن يقتل قاتل الحسن. ليش يا سيدي؟ لأن هذا اللعين تجع قلب أبي عبد الله. وصل حسين، وصل حسين على القاسم حبة حبة، وحط حسين قلبه فوق قلبه. بعد يا سيدي يقول لهم: يا جاسم والله ريت هالضربة لي لي، يا ليت وفتني المنية، يا ليت وفتني يا المنية. أجركم الله، انكسر قلب الحسين. يا سيدي يا أبا عبد الله، تقول الرواية: حمله الحسين على ظهره، انحنى ظهر الحسين، وصل به إلى مخيم زينب، جلس عند هذا الخيمة. تقول: وضع علي الأكبر في ناحية والقاسم في ناحية، تمددا حولهما، بينهما تمدد، ينظر إلى علي الأكبر يقول: أنت كسرت قلبي وأنت أطفأت نور بصري. بعد يا أبا عبد الله، ساعد الله ليالينا القادمة، ساعد الله قلوبنا على هذه الليالي القادمة. أبا عبد الله وجاب ومدد ما بين خوته، قعد عندهم يا ويلي هم موتى، بس ما سمعني نسوان صوتا، اجت رملة تصيح الله أكبر، اجت رملة تصيح الله أكبر. جلست عند القاسم، تخيل هذا الموقف، الأم تتلمس جسد ولدها، ترى إذا جسد ولدها مقطع عملها كم جرح في جسد ولدها، تقول لها: أنا ربيتك بشفار عيوني وحسبت أيامك وسنينك، تقول لها: من العشرين ما وصل سنينك، بالله ليش وقت الديك يا جاسم اقتعت بيك. بعد تقول لها: يا ناس يا ناس العدها ولا تعلم بحالي، وتدري الولد شلان غالي غالي غالي، تقول لها:
زمن ابني ذكرني بسهر بك الليالي، والله ما فارقت في الدنيا يا وليدي خيالي. بعد يا سيدتي كأني بالقاسم يجاوب الهجاوب لا جاوب رملة، يجاوب الأم الحنونة يكسر قلبنا. يقول لي يما مر على الجبال حركي للتراب.